حلقة التحدي الصعب واحد من أبرز عناوين البرايم السابق، وفي وضمن التوعية من الإدمان تأكد المشتركين أنه رضا لجنة الحكم ودعم الجمهور مش محسومين. مفاجأة يارا، موضوعية فايا يونان وخفض ظل وائل المنصور، جمال كارلا وتضامنها مع المشتركين أضافوا للبرايم أجواء رائعة. ألف مبروك ليارا على أغنيتك الخليجية الجديدة. ميرسي. بدي أقول لكل الفانز أكيد ولكل اللي عم بيشوفونا إن الأسبوع الجاي رح أقدمها على المسرح لأول مرة على مسرح نجوم بلا حروف. لكن بهالتحدي ما حدا من المشتركين تمكن من إقناع اللجنة الحكم بشكل كامل. مقدمة منيحة للقصيدة بحد ذاتها، بس لازم نقرأ بين السطور أو إنه كتير يعني هيك نحلل شوي أكثر. بالنسبة لإلي بحس إنه بدي أحضره بعد مرة تفهم شوي. طبعاً فكرة الفيديو مش تعملت قبل كده، بس التيك بتاعك أو الزاوية بتاعتك كانت مضحكة. قدام هم هالفيديو يشوفه كل العالم. ما عرفش حسك اتخذت في حتة غير الحتة اللي انت جاي تعملها أصلا. أنا بالعادة بتضحكني أكتر، ما بعرف ليه، ما في شي فاجأني. اللي هي عم تحكي عنه عن جد بهم كل شخص وكل امرأة. الفيديو كتير حلو، كتير عجبني. الفيديو إذا الناس شافته بعد كده on social media هل هيعرفوا إن دي رسالة للإدمان ولا لأ؟ بس ده ما يمنعش إنه الفيديو طبعاً عبقري. كان ممكن تتنفذ بطريقة أحلى، يعني تعملنا شوك وإنه واو. معدلات العلامات كانت متقاربة بشكل خلى أكثر من نصف المشتركين بدائرة الخطر. لحين وقوف مارلين توتوجيان بمواجهة عبد الرحمن الحريري يلي وللمرة الثانية أنقذ الجمهور ورجعوا للمنافسة يلي وصلت لأصعب مراحلها. وصار كل مشترك وبهدف تحقيق حلم النجومية عم يستعد للمواجهة بكل قوته بلا حدود. مساء الخير. هالبرايم من نجوم بلا حدود رح يحمل القلوب العامرة بالمحبة لعالم الخير، طبعا من دون ما ننسى حماس المنافسة ومفاجآت بلا حدود الكل ناطرينا. ولتعرفوا أكثر عن المشتركين وتفاصيل يومياتهم ما إلكن إلا تتابعونا من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، ومن خلال صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام يلي عم يظهروا أسفل الشاشة. ولمشاهدينا أونلاين عم تشوفونا حاليا عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ صار الوقت نستقبل أعضاء لجنة الحكم، وبزقفة كتير كبيرة منرحب بيارا. فايا يونان، وائل منصور، عن موضوع التحدي ومفاجأة فنية جديدة من نوعها منشوف هالتقرير. ما اقتصر إعلان سيلين الأسبوع الماضي على إعلان موضوع التحدي وبس، والصدمة هالمرة بالنسبة للمشتركين كانت مزدوجة. التحدي هو إنه كل واحد يعمل عمل خير. أولاً بسبب عمل الخير عنوان التحدي لهالأسبوع، ثانياً إطلاق نجوم بلا حدود لتحدي جديد من نوعه بيجمع المشتركين بدل ما يفرقهم. وهدفهم هالمرة كتابة وتلحين وتسجيل وتصوير أغنية خاصة. لهالأسباب كانوا المشتركين الأسبوع الماضي مشغولين لأقصى حد، وكل واحد منهم عم بيوزع مجهوده على جبهتين.
الأولى أساسية للاستمرار بالمنافسة وإقناع لجنة الحكم بفيديو مؤثر عن عمل الخير، والجبهة الثانية فنية جماعية، ومع إنها بعيدة عن فئات ومجالات كانوا مصرين إنه يقدموا كل مواهبهم وجهودهم ليتميزوا فيها كمان. ومثل كل برايم من نجوم بلا حدود استعدوا لتغيير أو حتى انقلاب بموازين القوى بين المشتركين، لكن ما تنسوا إنه الحماس الليلي مش رح يوقف عند التحدي وموضوعه بس، والمفاجآت الفنية يلي ناطرينا رح تتخطى مع أجواء المنافسة كل حدود. انطروا الأغنية اللي شفنا وسمعنا عنها بالتقرير بآخر الحلقة. وهلأ بدي أرجع رحب عن جديد بيارا، فايا، ووائل. بداية مع ليدي يارا وهالأخضر الحلو، بونسوار. انت أحمر حلو، ميرسي بوكو. بتجنني مضواي الليلة انت اللي بتجنني. صار خير قالبا وقلبا. تسلمي يارا. برأيك من واجب الفنان أنه يكون قدوة بمجال عمل الخير؟ عمل الخير من واجباتنا، و يعني المعروف أنه لما نعمل عمل خير ما لازم نحكي عنه أنه عملنا، بس بما أنه الناس بتعتبر الفنان قدوة لإله وبتتبع خطواته، لازم يعني أنه نكون أوقات مثال بهالشيء، ندلي الناس على الأشخاص أو الجمعيات اللي بحاجة للاهتمام أكتر. شكراً لإليك. هوني كمان بدي أذكر الفانز الموجودين معنا والجمهور اللي عم بيتابعنا أنه بعدك على الوعد. بدي أقول لي أكيد مساء الخير ونتأهل بالفانز اللي موجودين تبعي. ما بنلحق لهم تويت على تويتر. حييكن. عن جد بدنا نذكرهم كمان وبعدك على الوعد، ورح نسمع اليوم في مفاجأة أكيد خلال الحلقة، رح نسمع أغنيتك الجديدة ولأول مرة على المسرح. صحيح صحيح. لكن كلنا بانتظار أغنية يارا الجديدة. فايا أهلا وسهلا فيكي. شو هالأورانج الحلو؟ شو هالشعرات الحلوين؟ لا نحن اليوم كنت عم قله لوائل نحن قوس قزح وانت هيك يعني. ايه اليوم ألوان كتير غامقة. بمناسبة عيد الربيع. ايه أكيد. خلص هلا ألوان مستفيد من الموسم. شم النسيم. مستفيد من الألوان الحلوة. شم النسيم. فايا، أي نوع من أعمال الخير بتجذبك أكثر؟ هلا يمكن بالعربي كلمة خير يعني واسعة، يمكن بتتضمن كل شيء بالإنه التشاريتي، ونحن دغري بيروح فكرنا على الخير يعني الأعمال الخيرية بس إنه الخير كتير كبير يعني goodness. في ما بعرف نحن شو حنشوف اليوم بالروبورتاجات، بس عن جد أحيانا بسمة بتكون هي ضوة نهار شخص بأكمله، فيعني هي من أبسط الأشياء لأكبرها. شكرا لك وإن شاء الله البسمة ما بتفارقك أبدا. وإنتي كمان كارلا. وهيك حكينا عن البسمة، شكرا لك. وائل، انت فنان بينشر الضحكه بين الناس، قد ايه هذا الشيء بيعطيك احساس بالرضا؟ لا اكيد طبعا احساس بالرضا، لانه نص الناس عندها اكتئاب دلوقتي. فانك تفرح حد او تخلي حد يبتسم في يوم مش حلو، دي في حد ذاتها يعني حاجه عظيمه. بالظبط. وانا على بس يعني هم اتنين اللي بيضحكوني بقى. يا رب. والله وانا شو وانا مؤدب. وانت كمان طبعا. انا مؤدب على طول، هم بيقعدوا يضحكوني في السهره. لا شكرا لكم. احسن من هيك. انت بتزعل يعني. انتوا بتنشروا اصلا البسمه على وجوه كل المشاهدين. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. حسب تقييم لجنه الحكم وعلاماتها، اثنين من المشتركين وبمجرد حصولهم على اقل معدل علامات رح يوقفوا بمنطقه الخطر، وبهالحاله بيصيروا بانتظار دعم وتصويت الجمهور لانقاذ واحد منهم عبر صفحه الان على فيسبوك. التحدي ابتدى، ومع عبد الرحمن الحريري من سوريا منشوف شو رح يقدم لفعل الخير. صار لي فترة بالأنتورك ولاحظت إنه معظمكم بيقضوا وقت كتير طويل على الكمبيوتر، فمشان هيك أنا بس بدي أعلمكم تمرينين بسيطين تعملوهم خلال اليوم وبتحل لكم مشاكلكم. مين بيحب يتبرع وجيه التمرين؟ أوكي، لما ظهره ينحني هذا البريشر كله وين عم بيروح؟ عم بيروح لأسفل الظهر، فأكيد أنا I bet إنه في اثنين ثلاثة منكم عنده وجع أسفل الظهر. صح؟ ليه؟ ما هو هذا السبب. أول حركة بدي إياك تعملها هي هيك. هذا اللي هو عم بيعمل هنا عم بيركز على مكان واحد اللي هو كتفه الخلفي، صحيح عم بيستخدم الترايسبس عم بيستخدم اكثر من عضله بنفس الوقت، اذا الكتف الخلفي ضعيف الكتف كله راح يكون ضعيف. عندي سؤال، ضهرك عم بيوجعك شيء؟ كثير. بتسحب ايدك لورا ولقدام؟
وهي الحركة عم بتحسن تدفق الدم لأكتافك. هاي باند لكم خلوها هون، استخدموها كل يوم بيناتكم كلكم. عمل الخير ممكن يبدأ بالناس اللي حواليك. مساء الخير عبد الرحمن. مساء الورد. نصايحك بجننوا، بس خلينا نسمع اراء لجنه الحكام بدايه مع يارا. يارا، بتعتقدي انه واحد يقدم نصيحه هيدا عمل خير؟ اكيد، خاصه بمجاله بعمله. يعني حلو، حبيت انه هلا لنحكي عن الجماليات، ما كثير حسيت في جماليات بالفيديو، ولكن المحتوى اكيد حلو كثير. حلو كتير إنه نهتم بالأشخاص اللي حوالينا، نساعدهم، ننصحهم بالأشياء اللي بتكون هي مظبوطة. يعني هلا بس اللي زعلانة منه إنه ما نصحنا نحن قبل، ولكن نقعد ساعة ونص حرام اللي بالمكتب بيكونوا قاعدين طول الأسبوع. شكرا لك يارا. فايا، يارا قالت إنه عجبها المضمون، أنت شو رأيك بمضمون الفيديو؟ هو فعلا أنا حبيت المضمون والرسالة بالأخير، إنه ما ضروري دائما يروح فكرنا لبعيد، أحيانا الناس اللي حوالينا القراب هن محتاجين نقدم لهم شيء أو نصيحة أو شيء. وحبيت كتير كتير مهم، يعني أنا ما بعرف هون كيف الشركات، بس مثلا بالغرب دائما في قسم مساج للناس اللي بيشتغلوا على المكتب لوقت طويل، كتير كتير شيء خطر. هون ما في مساج، ما في. يلا منيح في عنا عبد الرحمن. شكرا لك فايا، حلوة هالنصيحة للشركات، شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار. وائل، برأيك معقول من وراء هالفيديو اللي شفته عبد الرحمن يكون موجود كمان الليلة بمنطقة الخطر؟ والله احنا لسه بنقول يا هادي، يعني اول فيديو. عبد الرحمن، لا، في طبعا النهارده الثيم بتاعك ماشي عليه مظبوط. انا شايفه اتس سيف فيديو، يعني الا لو جه حد، يعني ناس عملوا فيديوز كتيره جدا على مستوى اكتر. عجبني الفكره، ان انا على طول انا عندي الحته دي اساسا، على طول بتفزلك واروح للناس اقول لهم، حتى عندنا في الاذاعه اقول لهم لازم تحطوا لنا حاجه تحت رجلينا عشان الظهرنا وبتاع. بس الحاجه الوحيده، الكونتنت حلو جدا، بس كان ناقص تدي نصايح الناس لو يستخدموا بدايل عن دي تبقى ايه، تبقى سكارف ولا تبقى ملايه او تبقى فوطه، او انت فاهم قصدي، يعني تكمل انه للكاميرا، انه لو انت في البيت ما عرفتش تجيب دي ممكن تعمل اي حلول بسيطه. ده كنت تكمل بيه الكونتنت، بس انا شايفه از فيديو اتس سيف وحلو ولذيذ. شكرا لكم، اكيد بتمنى توضعوا علامات حلوه لعبد الرحمن. عبد الرحمن، شو برايك مخلي الجمهور يتمسك فيك، خاصه انه صرت موجود بمنطقه الخطر مرتين ومرتين انقذك الجمهور؟ والله انا شخصيا دائما بستغرب من دعم العالم الي والرسائل اللي بتوصلني. يعني شكر كثير كبير لاي واحد بيصوت لي، وانا عن جد ممتن لهم، وانا بهيدا البرنامج بسببهم لهلا، فشكرا لكم. ان شاء الله الخطر بيكون بعيد عنك الليله. ان شاء الله. خلينا نشوف العلامات يلي وضعوا لك اياها اعضاء لجنه الحكم، والمعدل العام على 75 لعبد الرحمن 52. شكرا لك. عمل الخير ممكن يبلش بابتسامة طالعة من القلب ويكبر لمجالات أوسع بحسب قدرة كل واحد منا على العطاء، وكل ما كان عطائنا بلا حدود كل ما قدرنا ننشر الأمل بمجتمعاتنا. والليلة رح نشهد منافسة بين المشتركين على فعل الخير وصناعة الأمل، وتأثيرها أكيد رح يطال قلوب كتيرة، بس كل هالشي بعد الفاصل. فعل الخير وبلا حدود، التحدي المستمر الليلي بين المشتركين يلي كلنا على نار لنشوف خلال الحلقة نتيجة تجربتهم الأولى بتنفيذ أول أغنية خاصة بتجمعهم، يلي فيكن تعرفوا عنها أكثر بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. وهلا مع سمر أنطون من لبنان بنعرف كيف المشتركة عن فئة الويلنس بتقوم بدورة بعمل الخير. مجرد التفكير بأعمال خير سابقة بحسسنا بالرغبة بفعل الخير بعد أكتر. وقت نعطي الشخص الآخر من دون مقابل ونشكره على شغله، نحسن كتير من صحته النفسية. وأنا حسنت من صحته الجسدية من خلال تقديم الترويقة بتحتوي على ساندويش حبش مع خضرة غني بالبروتين، الألياف والفيتامينات، فواكه غنية بالفيتامينات، واللبن غني بالبروتين. هالعناصر الغذائية مهمة كتير للأشخاص اللي بيشتغلوا وبيتعبوا كتير وحتى ما عندهم الوقت يهتموا بأكلهم، فبيتناولوا أكل غير مفيد أو ما بيأكلوا أبداً.
وقت قمت بهالمبادرة فسرت لكل شخص الأكل اللي لازم يركز على تناوله كل يوم ليكون عنده الطاقة ليقوم بشغله، لأنه كنت عم لاحظ إنه اللي عم يكلوه نشويات بكترة مش مغذية أبدا. العمل الخير مع الآخر بحسس الشخص اللي بادر ويلي عم يتلقى بالسعادة، وممكن حتى تنردله هالمبادرة بس بطريقة تانية. بونسوار سمر، شو الأخضر الحلو؟ جاهزة تسمعي آراء لجنة الحكم؟ جاهزة. بداية مع فايا. فايا، وين لقيتي عامل التأثير بفيديو سمر؟ مساء الخير سمر. مساء الخير. حلو عامل التأثير، ذكرتنا إنه الاهتمام بصحتنا دائما، نحنا يعني الشخص دائما بيحط حاله بالأخير، يعني بيقول يلا باكل بعدين، عرفتي إنه فحلو يعني ممكن تأثر حتى بالناس اللي يعني ممكن حدا بالبيت يصير يتذكر يفطر قد ايه مهم. أعطتنا معلومات لذيذة ويعني نفذت التحدي مثل ما لازم بمجالها، هي عملت الخير المطلوب. شكرا لك فايا. يارا، شو أكثر شيء حبيتيه بأداء سمر؟ هيدا الفيديو، بعد ما شفنا فيديو بس هيدا الفيديو من أحلى الفيديو، يعني يمكن تاني فيديو حلو كتير حبيته. مش بس بيحكي عن عمل خير، بيحكي كمان عن إفادة صحية لأي شخص منا، يعني نحن أكيد بحاجة لهيدا الشيء. وكتير حلو الرسالة بالآخر إنه لما نعمل شيء منيح أكيد رح يرجع لنا، هيدا أهم شيء. مزبوط، شكراً لإلي. كتير حلو، I like يعني أكيد. ده لايك سمر. وائل، شفت شيء الجماليات بفيديو سمر؟ شفته بالذات في الآخر. أنا أكتر حاجة عجبني الكلوزينج بتاع الفيديو في النهاية، نظرة الأمل بتاعتك دي اللي فوق وانتي قاعدة، وإنه حد رمالك ثانكيو لاتر من أول بدايتك في نفس نقطة البداية هي نقطة النهاية، عجبني جدا. وعجبني فكرة إن قلتي في الفيديو مبادرة، لأن أنا أي حد كان ممكن يتفرج يقول إنه ممكن تكون ستيجد أو متركب، يعني متركبة متفقة مع الناس دي، طبيعي متفقة مع الناس دي، صح ولا لا؟ يعني في ناس بتقابليهم في الشارع صدفة، وناس انت عملتي قلت لهم ان انا عاملة مبادرة وشفتي هم بياكلوا ازاي، صح؟ هلا انا كنت عم لاحظ بمطرح ما عم نشتغل انه كلهم بياكلوا هيك نشويات وهيك، فقررت انه اعمل هيك بس انه فسرت لهم كل واحد انه هيك لازم تاكل. نايس، ما ده حلو انك قلتي في الفيديو كده. بس في حاجة يارا ما شفتهاش في الفيديو، شو هي؟ انه سمر كانت لابسه جلوفز وهي بتعمل الاكل، خدتيش بالك؟ اكيد خدت بالي، ده ما فيش حاجه انا ما خدتش بالي، لان هي من ساعه كل ما تشوف حد بياكل لازم تلبس جلوفز. ايه دايما بتعطي هذه المعلومه اكيد، خاصه بالطعام يعني. الحمد لله عم بعد مش بس المشتركين اللي بياخدوا النوتس من يارا، انا كمان باخد. برافو وائل، انت ما في منك، شكرا لك، وتقييمك وصل اكيد بانتظار العلامات. برافو يا وائل، برافو عليك. سمر، حكينا عن اغنيه هلا رح تجمعك مع زملائك رح نشوفها خلال الحلقه، شو كان دورك بالشغل على الغنيه؟ انا كان دوري بالجماليات، بس رجعت شاركت بكتابه الاغنيه مع محمود. والله منك هينه، في منك هينه. هلا نسمع الاغنيه، يلا اوكي خلينا نشوف العلامات على 75. اذا سمر انطون 60. انت المشتركه الثانيه، وترتيبك رح تكوني بالمرتبه الاولى لهلا، لان عبد الرحمن معدل العام الخاص فيه كان اقل. اذا بالمرتبه الاولى سمر انطون. شكرا لك. مع محمود اشرف من مصر عن فئه الكوميديا، منأكد انه رسم البسمه على وجوه الغير هو اصل فعل الخير. احنا هنعمل دلوقتي فريقين، والفريق اللي هيكسب هيكون ليه جوائز في الاخر مننا. تمام، جاهزين؟ Thank you.
مفيش خير أفضل من إنك ترسم البسمة والفرحة على وشوش الناس. إزيك يا محمود؟ زي الفل الحمد لله. دايماً منبلش معك مع وائل. حاول تكذب عليا، قول لي رأيك في الفيديو وحاول تكذب عليا. وائل، شو رأيك بفكرة محمود؟ هو سؤال بس يا محمود، هو أنت في فئة الكوميدي صح؟ فين الكوميدي في يعني انا حاولت ان انا اخلي البسمه او الضحكه على وشوش الناس، هي اللي يعني انا حاولت اضحك الناس في الشارع. بس انت لازم ما تنساش الفئه بتاعتك اللي انت مفروض بتشتغل فيها وبتمثلها في البرنامج. انا يعني حاسس انه الفيديو ماشي، طب وبعدين فين فئه الكوميدي اللي انت جاي تمثلها؟ هي الفكره مش فاهمه. وبعدين الفكره كانت مقسومه اتنين، بتوزع بلالين وفي نفس الوقت بتوزع اكياس على فرقتين في الشارع، فحسيت الكونتنت ضايع وما حسيتش في اي، ما مثلش الفئه بتاعته. اذا انا غلطان ما اعرفش، بس انا ده اللي وصلت الفكره. وائل شكرا لك. فايا، اي معيار تميز فيه محمود اليوم اكثر من المعايير الخمسه؟ بتخيل الجماليات يعني الصورة الإديتينج أكثر من المحتوى. أنا صراحة كمان شوي تشتتت، يعني حسيت أي حدا كان قادر يعمل هذا الفيديو، بس الصورة والجماليات كانوا نحن. شكراً فايا. يارا، شو تقييمك لفيديو محمود؟ أقل من العادة. عادة محمود يعني لما قال وائل لما ننطر الفيديو اللي بيعمله نضحك، يعني انا وفايا بنضل على الفيديو، حتى في ابداع بطريقه طرحها يعني. صحيح. هو هلا تما نظلمه كثير، مهضوم انه عم بيعطي الكادويات للناس ويفرحهم، بس شوي صار كان في ضياع بالفكره. يعني البالونز ما يعني مشتت شوي الخبريه. اتفقتوا بالراي؟ اكيد بانتظار، لانه معودين على شيء. يمكن كان لازم يمكن يقعدون كلهم سوا ويعملوا سكتش يضحكون. بتخيلوا عم يعمل مسرحيه ومجمع هيك مثلا اولاد ناس وعم يعمل لهم شيء، عم بيقدم شيء. تخيلت هيك شيء اقوى من هيك. وانا بوافقك الراي يارا. شكرا لك. شو علاماتك كارلا؟ ما لي قلب، اليوم بدي اعمل عمل خير، بحط له 5 5 5 5. محمود، شو عمل الخير يلي مفكر تعمله أول ما توصل على مصر؟ عمل السكتش اللي يارا قالت لي عليه بقى لما أرجع مصر. للماما والبابا؟ لا يسمحوك عن البامية وعن الشبشب؟ لا ما سامحوني خلاص. خلاص سامحوك، بحبوك ونحن منحبك. تنشوف العلامات. المعدل العام إذن لإلك محمود عن فئة الكوميديا على 75. مش أنا. 35. بنشوف ترتيبك محمود. انت بالمرتبة الثالثة. شكرا. شكرا لك. وهلا مع نور ابراهيمي من الجزائر، بطلب منكم تلتزموا بما أعدكم، تستعدوا لمغامرة جديدة والسفر صوب الأمل. بعد ما زرنا اول محل ايس كريم، دوكا الوقت نروح نشوفو ثاني محل ايس كريم ونشوفو شكون افضل. واحد بالنسبه لي هذا احسن واحد، والفرحه اللي جابها لي الذوق تاعو قررت اني اشاركها مع الناس. مرحبا. هلو. تفضلوا. ثانك يو. مساء النور. مساء الخير. بداية مع وائل، برأيك قدرت نور تجمع بين المغامرة وفعل الخير بهالفيديو؟ يعني أنا شايف يارا هي أجمعت ما بين ثلاثة بوظة. أنا داخلك وين الآيس كريم بتاعتي؟ مش عارف والله يارا. أنت نور؟ بالراحة يارا. وين عمل الخير نور؟ ليه أنا دايماً برا؟ أنت حقك روحي. كونوا دابوا. لا بقول لك إيه، يعني يارا مرة
جبنا فشار واكلت فشار ودلوقتي اخذت الايس كريم بتاعنا. دلوقتي بتحاول تصلح الصوره فاهمه؟ صحتين. طيب عمل خير اليوم خلص. يا عمل خير. لا فعلا لقيت فيه انه بصي يا نور من اكتر المشتركين اللي بيحيروني في البرنامج صراحه يا نور. يعني مره تبقي فوق جدا ومره ما عندكيش وسط. حلو. ممكن النهارده شويه محتار لانه انت في الاخر بتسافري بتروحي بتكتشفي محلات ايس كريم. كنت حابب يبقى في ريفيو اقوى من كده. يعني انت في الاخر قلتي ده اكتر واحد عجبني، بس انت رحتي ثلاثه وباين قوي ان هم يعني مختلفين عن بعض. هنا مثلا تقولي ده كان في ريتش مش عارف بيعملوا ناتشرال، هنا بيلعبوا اكتر في الايس كريم والى اخره. ما كنتش حابه نركز اكثر على الايس كريم قد ما نركز على وش هو مطلوب في التحدي. لا ما هقول لك حاجه بقى. ما هو الفئه بتاعتك سفر ومغامره وده بيكون تويست في التحدي. ده بيكون تويست في الفئه بتاعتك. وصلت الفكره هيك الطياره. بس عجبتني ان انت اكلتي الناس والى اخره. بس التقييم ما تنسوش انت في الاخر بتقيمي محلات في بيروت. بس انا شايف فيديو اتس سيف. شكرا. شكرا وائل. يارا شفتي تغيير بشخصيه نور؟ بلشت نور تتغير بشخصيتها من قبل، يعني مش من هلا. بس انا كثير حبيت الفيديو. انا عكس وائل كثير حلوه فكره انه اول شيء كنت عم بحضر الفيديو نقزت شوي منه انه شو خص الايس كريم بعمل الخير، انه معقول شو عم تعمل نور. بس بعدين بتخليكي تنطري النهايه للفيديو لتشوفي شو عم بيصير. والفكره الاحلى انه عم تختار احسن شيء لتقدمه للناس. قد ايه هيدا مهم لما بدك تعملي عمل خير يكون الاشياء اللي عزيزه على قلبك او اللي كثير بتعني لك تعطيها للشخص الثاني اللي بحاجه اكثر. I like نور. شكرا. انا ما كرهتش الفيديو على فكره. الفيديو حلو بس بقول سيف لانه نور في اول مسابقه كانت معودانا على حاجه. كانت من الناس اللي انا ما عم فكر الا قد ايه اخذت كالوريز بالايس كريم. عم بدو كل هالايس كريم لتختار الافضل. فايا برايك هالفيديو بيحمي نور الليله من منطقه الخطر؟ ايه مفروض. انا حسيته للفيديو سيف مثل ما قال وائل، بس ما بعرف شو في بعد فيديوز. يعني انت لسه يمكن ثالث رابع مشتركه، فبعد في. بس بتخيل انه ايه نفذتي التحدي مثل ما لازم، والفيديو بشكل عام انا حبيته. شكرا لكم. اكيد بانتظار العلامه المناسبه لنور. نور ليه اخترتي الايس كريم؟ اولا لاني كنت سافر دائما نبحث عن الاشياء اللي لازم نجربها في البلد، الاكل اللي لازم ناكله. وثانيا انه العالم كلها يكون على بالها الايس كريم، واحد يكون تعبان من العمل تاعه ولا اكيد ما راحش يقول لا للايس كريم وحاجه تفرحه، خاصه اذا الطقس كان مشوي. يا شوفي شو عم بيعذبك وائل. طيب بتقول لي عايزه المانجا. اي ما هي اطيب شيء المانجا صراحه. مانجا الفريزيه ودي. تعال نشوف العلامات هلا. نور ما همها المانجا ولا الايس كريم، همها تشوف العلامات. على 53 نور. خلينا نشوف ترتيبك. خد عايز رح تكوني بالمرتبه الثانيه اذا ذكرتي ما خانتني. والله العظيم اذا بالمرتبه الثانيه. شكرا لك نور. شكرا. خلي لي ايس كريم تبعي جوا. تحدي نجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهواء وعبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب، وبانتظارنا الليلة محطات فنية خاصة جدا، بداية مع يارا على المسرح وعرض لأول أغنية خاصة من تنفيذ المشتركين اشتغلوا عليها كبادرة إيجابية لتحفيز الناس على فعل الخير. وهلأ فاصل سريع ورجعين. فعل الخير موضوع التحدي الليلي. أخذنا نحن والمشتركين صوب الأمل بعالم أفضل وأجواء منافسة ولا أروع. بذكركم أنه كل شيء عم بيصير بكواليس هالحلقة وغيرها من أخبار نجوم بلا حدود بتعرفوها بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ مع راشد المتاعب من السعودية منشوف أنه حتى الفن والتصميم لهم دور كتير كبير بفعل الخير. Thank you.
مساء الخير راشد. كيفك؟ الحمد لله. شو الجاكيت الحلوة؟ لاحظوا أكثر شيء بحكي معك. أوكي، بداية مع يارا. ما يارا قد إيه حمل فيديو راشد عامل التأثير؟ وش أقول يا راشد؟ وش أقول؟ أنا ما شو بدي أحكي؟ ما بعرف يعني مبدع راشد. هذا الفيديو أول شيء أثرني، ما كنت بدي أحكي وعلق يعني، بس لأنه حسيت شو بدي أقول، إنه حلو، حلو الفكرة، تأثرت كيف جمع الأولاد حواليه وعم بيعلمهم ويساعدوه ويمزحوا ويضحكوا، قد إيه الموسيقى بيشتغل عليها رهيب. شو بدي أحكي؟ لايك 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 لايك. شكرا يارا. فظيع. فايا، بيستحق راشد على هالفيديو المرتبة الأولى الليلة؟ يس. لحد الآن من كل الفيديوز اللي شفناهم بتخيل راشد الأفضل الفيديو تبعه، يعني سيمبل وبسيط بنفس الوقت بيحمل كل معاني التحدي الليلة، والموسيقى الشعبية الحقيقية شو حلوة مع الأولاد، كل شيء كل شيء رائع. شكرا لك فايا. وائل، لما تحضر هالفيديو بتعرف إنه بيحكي عن عمل خير؟ أكيد، بس اللي هعرفه أكتر إنه فيديو زي ده ملهم جدا. يعني هي مش فكرة إنه في وشك أنا بعمل خير، لا، هو راح وشارك الناس إن هم يجملوا الحتة اللي هم عايشين فيها. وعلى فكرة يعني ده هو الكور أو المغزى من التحدي بتاع النهاردة، إنك أنت it's very real، يعني حقيقي، الفيديو حقيقي جدا، أنت فاهم قصدي؟ وفكرة إن العمل الخير مش إن أنت بيضت لهم بس أو عملت painting على المبنى، لكن إن أنت ممكن تكون ألهمت حد من الأطفال الصغيرة دي إنه يطلع فنان بعد كده أو يعمل حاجة بعد كده. شكراً. فده هو ده الهدف من الفيديو اللي أنا شايفه ملهم. شكراً لإلكون. أكيد بانتظار علامة راشد. راشد، شو كان شعورك لما خليت هالأطفال كلهم يكونوا فرحانين ومبسوطين معك؟ مرة كنت مبسوط لأني جالس صدق أشوف الفرحة في وجههم، كنت مره كثير مبسوط، ويعني لو في مجال انه مره ثانيه ارسم بالعكس انا اتشرف اني ارسم في المكان هذا. واكيد مشكور على هالعمل الخير يلي قمت فيه. خلينا نشوف علامتك على 75. اعلى سكور لهلا. اكيد انت بالمرتبه الاولى، بنشوف ترتيبك راشد. مرتبة الأولى، شكراً لإلك. يعني أنت بتحكي بالقطارة. تعرفوا شو أنا أكثر شيء ناطرة الليلة؟ في غنية هن حضروها كلهم سوا المشاركين، ناطرة شوف إذا راشد رح يغني وكيف بده يغني. غنيت؟ أحلى صوت كان صوتي. عن جد؟ سنشوف. شكراً لإلك راشد. مع نور الدين أمين من العراق، أنا شخصياً هالمرة كثير حابة أعرف شو كانت فكرة الناقد السينمائي لعمل الخير. اليوم نزل فيلم بيتر رابط، فقررت اجي للسينما ويا اصدقائي، بس وينهم؟ ما القاهم. اوه هلو جايز. هلو. اليوم شو راح نشوف؟ بيتر رابط. يلا خلينا نروح للسينما. طب سؤال، حبيتوا السينماتوغرافي بالفيلم؟ كثير. زي شو يعني سينماتوغرافي اصلا؟ ما بعرف. ولا واحد؟ اول مره بنحضر سينما. اول مره بنحضر سينما. اول مره بنحضر سينما. يوم ما حضرنا فيلم عن بيتر رابط وكان كثير حلو. انا بعطيه 10 من 10. 10. بنحط له 10 من 10 لانه كان كثير حلو. حلو الفيلم؟ كثير. شو احلى شيء فيه؟ في منكم حدا بده يصير مخرج من يكبر؟ أنا. مساء الخير نور الدين. مساء النور. بداية مع فايا، شو حسيتي لما شفتي الفيديو؟ كيفك نور الدين؟ أهلا. شو حسيت؟ حسيت بالبهجة، يعني الفيديو كله طاقة حلوة والأطفال كتير مهضومين
بشكل عام حبيت الفيديو، بس يعني انت ما فهمت انت كناقد انه تركت يعني تركت المجال للاطفال ينقدوا، بس ما هن اول مره بيحضروا فيه، فنحن شو انا ما عرفت هلا اذا بدي اروح احضره لحدا او احضره. يعني انا وريت انه الاطفال استمتعوا بيه وانطوا 10 من 10، فانه اخذوا اطفالكم روحوا شوفوه، هم اللي راح يستمتعون بالاول، هذا اللي كان قصدي. اوكي، انه راي الاطفال هو ال... اوكي اوكي. شكرا لك. شكرا لك فايا. يارا، وين تفوق نور الدين بهالفيديو؟ الاطفال اللي جابوا انقذوه بتصور بهذا الفيديو، لانه ما حكينا عن الفيلم، عن شو بيحكي الفيلم، بس فكره الاطفال عجبتني، يعني مهضومه هيك، زادت شوي على الاضافه روح حلوه للفيديو. شكرا يارا. وائل، شو تقييمك للفيديو اللي شفته؟ تقييمي يمكن بتفق مع فايا ويارا. حلو انك انت تدخل الاطفال ويقولوا تقييمهم، بس في الاخر انت كناقد او موفي لوفر كنت مستني تقييم على جنب كده، انت فاهم، ممكن هم ما حبوش حاجه، ما يعرفوش هم حبوا ايه، بس انا كرايي انا شايف الفيلم ممتع للاطفال بلا 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 والى اخره. بس ما الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في الفيديو، هو الفيديو قلب كوميدي which is حلو قوي، بس ما عجبنيش السطر اللي في الاخر اللي انت كتبته. إيه، الخروج أجمل. مع اجمل بتاع يعني انا ضفته بالنهايه صراحه. بس يعني هو الخروج مع الاطفال مش عمل خير، يعني انت بتخرج مع اطفالك او بتخرج مع اطفاله، يعني مش عمل خير. لا، هو ما بيجوا على السينما صراحه، يعني هالقد عدد كبير من الاطفال مبلا انه هم اول مره يدخلوا السينما، يعني من ناس بس يعني برضو الخروج مع الاطفال ديت مش عمل خير، دي مسؤوليه يعني. بس انا ما بيروحوا على السينما. لا، بس حتى لو عمل خير هو كتب اجمل اعمال، فكتير فيه حكم، يعني الجمله كتير كبيره، يعني حسيتها بتناظر اكتر ما انت بتعمل كونكلوجن يعني. وصلت الفكره. شكرا لكم، اكيد بانتظار العلامه المناسبه لنور الدين. نور الدين، كثير عم نحكي عن الاغنيه اللي بدنا نشوفها خلال الحلقه اللي انجزتوها انت وزملائك، شو كان دورك بهالغنيه؟ انا دوري كان المنتج اللي هو مسؤول عن الشوتس وعنها، منتج بدون فلوس بس منتج. فساعدت انه الكل يكون اون تايم ويسلمون اون تايم، فهاي المسؤوليه بس كانت. انتاج بلا فلوس، يعني كيف النتيجه بدها تكون؟ اعطاء الخير هو الفلوس. عمل خيري. طيب خلينا نشوف العلامات لنور الدين عن فئه السينما. 50 منيح تقريبا بالوسط. خلينا نشوف ترتيبك. مرتبه الخامسه. شكرا. شكرا لك. بعرف انه فان زياره يلي معنا اليوم هون واللي ما قدروا اكيد يكونوا معنا، هن بانتظار على نار انه يشوفوا يارا على المسرح، بس هلا فاصل سريع وراجعين. المنافسة على فعل الخير ونجوم بلا حدود مستمر، أما كل شيء عن المشتركين، لجنة الحكم وكواليس التحديات بتعرفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ عودة للتحدي، ومع زاهد فيلم بان من السعودية منشوف مساهمة الثقافة والعلوم برفع الحس الإنساني عند البشر وفعل الخير. شباب، راح نوريكم اليوم كيف راح نستخدم هذه الليمونة عشان نحولها لبطارية. خلاص، هذه دحين السلك النحاسي مغروز داخل الليمون. اوكي، اول شيء لازم التعليم هو افضل عمل خير ممكن الواحد يفكر فيه، مختلفة عن النحاس. هذا زنك وهذا نحاس، وزي ما تعرفوا من قانون الفولت. ولكن افضل شيء ممكن تهدوه للصغار هو حرية اكتشاف الاشياء. نسوي كده بكل بساطة، هنقدر نصنع منها كهرباء. فهمتوا؟ أقول لكم خليني أحسن أسويها تجربة بدل ما أتكلم عنها. ما هي إلا مسألة وقت فقط عشان يخترعوا أو يكتشفوا شيء أكبر من كده بكثير. والأهم من هذا كله هو لاحظوا سعادتهم وهم يسووا هذه النشاطات. شيء رهيب، شيء كويس. مساء الخير زاهد. مساء النور. كمل. بداية مع يارا، كانت واضحة فكرة زاهد العلمية بهالفيديو؟
حبيت السؤال. يعني إذا الأولاد ما فهموا، نحن ما فهمنا، الأولاد رح يفهموا. حلوة حلوة الفكرة إنه عم بيساعد، يعني عم بيخلي الأطفال، هي معه حق، الأطفال بيحبوا هن يكتشفوا بحالهم وهن يخترعوا أشياء. ما بعرف يعني قدي هالفيديو حسيته أقل من العادة يمكن لزاهد. عادة بيقدم أشياء أحسن بكتير وأفضل. ما تزعل، ليه عم تطلع هيك فيي؟ لا عادي. بس دايما أكيد في أشياء مفيدة بالفيديوز اللي بتعملها، أنا بستفيد منها وغيري أكيد. شكرا لك يارا. وائل، شو رأيك بهالفيديو بكلمة واحدة عن كل معيار؟ بكلمة واحدة عن كل معيار؟ نعم. يعني خمس كلمات. طيب الجماليات، المحتوى ما قربتش خالص ناحية التارجت بتاعك، يعني ممكن بس أشرح الحتة دي؟ ايه تفضل. طيب انت بتقول انه التعليم هو ده حاجة خير، لو انت مش جايب ناس عندك في الفيديو بتعمل فيهم خير او بتحاول توصل رسالة، دول ناس انت جايبهم علمهم حواليك على ترابيزة، هل دول مش متعلمين فانت جيت تعلمهم او بتديهم فرصة للتعليم؟ ده السؤال. أنا وريتهم يعني هم كانوا بحاجة، يعني هم كانوا زي محو الأمية أو مثلا ناس ما عندهمش تعليم، فأنت بتوريهم إزاي يتعلموا أو جايب عامل مبادرة أو نوعا ما. أصلا الفيديو ده لو أنت كنت شلت الليمونة وحطيت تورتة ليمون وإزاي بيعملوا كيك، ما كانش هيبقى education بالنسبة لي، يعني كان يبقى هو كان ممكن يبقى طبيخ، ممكن يبقى فلوج، ممكن يبقى، ما شفتش أي حاجة education أو غير البروسس اللي أنت بتعملها. بس والمعايير الأخرى، ما هو مشكلة إنه الكونتنت هو اللي بيحكم على الحاجات الثانية. أثر على المعايير الأخرى. شكرا وائل، وصلت الفكرة. شكرا لإلك. شكرا. فايا، وين لقيتي نقاط قوة بهالفيديو؟ إيوه أنا بعطيكم الشيء الإيجابي، تعال عندي. هلا اللون اللي بيستيل اليوم هيك. إيه إنه كتير في تفاؤل هو. حسيت نقطة القوة بال يعني رسالة اللي أنت قدمتها، إنه حلو التجارب العلمية أكثر، يعني أكثر من النظري، يعني هو فيه شيء بس إنه ما بعرف كيف أنت صغت، إيه كيف صغت يعني أنت قلت التعليم هو أفضل عمل خير، يعني التعليم هو حق كل إنسان، إنه هو حق من حقوق الطفل إنه يتعلم، أكثر من إنه أنت عم تعمل خير، عم تقدم شيء. شكراً. إيه فهم، عرفت توجه، عشان أنا يعني عطلت شوية في ال. إيه كل الفيديوز اليوم بشكل عام، إنه شو كان، إنه متعة السينما هي أجمل، أو مين كان الأطفال أفضل، يعني كتير في حكم إنه يعني كل شيء مهم، كل شيء ممكن، يعني عمل الخير بشكل، ما بعرف حسيت فيه شيء بس كان ممكن يتنفذ، والصيغه تبع الكلام واضح انه ثلاثتكم متفقين يعني حول هالفيديو. وكمان متفق مع يارا انه لانه زاهد عودنا على مستوى، يعني بنتشوق لنعرف شو محضر. مشان هيك تنشوف العلامات يلي بتضعوا لزاهد. زاهد ما رح نحكي بقى عن الفيديو يلي شفناه، لانه رح نشوف العلامات، رح نحكي عن الفيديو اللي بعد ما شفناه وهو الاغنيه اللي حضرتها مع زملائك. كيف غنيت؟ كيف كانت التجربه؟ كانت تجربة جديدة صراحة، وأتمنى إنه تعجب الجوري على الأقل. فيها في ما علي علامات، ما علي فيها فيزياء. لا لا لا، بس عم بغني كمغني، رح نشوفه. خلينا نشوف علاماتك يا زاهد على 75. مش أنا، 45. أنت بالمرتبة ما قبل الأخيرة إذا ذكرتي ما خانتني. أكيد عم نشوف الترتيب. اوكي، لكن مرتبة السادسة ما قبل الأخيرة. اوكي، شكرا. شكرا لك. وتبين معنا مشترك من المهددين بمغادرتنا الليلة، وهو نرجع منشوف الترتيب بعد مرة، محمود أشرف عن فئة الكوميديا من مصر، هو لهلا يلي رح يكون موجود بدائرة الخطر. مع جنان وكيل من سوريا، يا ترى كيف بتكون الكلمات كمان من بوادر الخير؟ هذا الكون أرضا عطشا، وبسمتك هي المطر، تروي تراب الزهر برحيق القبل،
لا تبخل على فراشات رقصت فوق غمازتيك ذات قمر. ارفع نخب المحبة في كل شمس وقم من يأسك المكبل بالحجر. بعينيك حلم يدغدغ الخيال فتشبث بلحن يداعب الوتر. قم من سباتك وهرول نحو غيمة الأمل باعثا من غسق الدجى وهج الأثر. مساء الخير جنان. بداية مع وائل، شو الجديد يلي قدمته جنان الليلة؟ الجديد اللي قدمته السوشيال اكسبيرينس، انك نزلتي الشارع مع الناس، وعاده الفئه بتاعتك في الحته دي صعبه شويه، بس عرفتي توظفيها صح في التحدي ده. واحلى حاجه فيك يا جنان حاجتين، الكادرات لا الكادرات بتاعتك وتصويرك وازاي ان احنا في الاول كنا بنقول لك مش لازم كل حاجه حرفيا، بقيتي تعملي حاجات ابستراكت كتير وده هايل. وتاني حاجه الوحيده في التحدي ده لما نزلت الشارع خدت تفاصيل الناس وتعابيرهم وايديهم، فحبيت الفكره دي. دي بتقرب الواحد للفيديو، بتقرب الواحد انه يعمل شير بجد. برافو يا جنان. شكرا لك. برافو يارا. انا عاتيك اليوم جنان اكيد وتأثرت. وإذا بدنا نحكي عن الجماليات، عم بيقول وائل في ألوان، في فرح، في أمل، يعني بتحسي الصورة فيها أمل وفرح وسعادة. حتى الرسالة اللي قالتها بالآخر كتير حلوة، إنه السعادة إذا الأشياء اللي إذا جزأناها قسمناها على شخصين بتكون بتنقص إلا السعادة. تماما. كتير حلوة الرسالة، حبيت الفيديو. شكرا يارا. فايا، ذكروا وائل ويارا اشياء عن الجماليات والصورة، بدي اسألك. انا دايما بحب اسألك خاصة مع جنان عن الصورة، شو رأيك الليلة؟ الصورة بالفيديو حبيت كتير، وقديش يعني تحديدا بهذا المعيار بالجماليات والصورة قديش انت من اكثر الناس عن جد يلي تطوروا. شكرا لكم، اكيد بانتظار العلامات. جنان، الاغنية اللي رح نشوفها اكيد شاركتي بالكتابة بكتابتها مزبوط؟ انا صراحه كتبت اغنيه بس هن ما اخذوها لانه الكلمات كانت شعريه شوي. قاعده من اول المسابقه عماله تكتبي في اشعار وما خدوش منك شعر. وين عمل الخير اللي عملوه؟ شعريه كثير، قال بدها شيء فنان يغني، هن بيشوهون للكلمات، قال اذا قالوهم هيك. يا سلام. إذا هن ما آمنوا فيك لا معناتها في شيء. كلماتك أكبر من إنه تتغنى. ما خص. كملي، نحن معك يا جنان. خلينا نشوف العلامات جنان. هذا يا حبيبتي من أول المسابقة عملها. على 75. 66 جنان. شكرا. ترتيبك على الشكل التالي، أنت آخر مشتركة الليلة. وبالمرتبة الثانية. شكرا لإلك جنان. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن زاهد ومحمود. اذا زاهد ومحمود حاليا بمنطقه الخطر وبحاجه لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك، والمشترك الرابح بنسبه التصويت الاعلى من الجمهور رح يربح فرصه ثانيه للاستمرار بالمنافسه، والثاني للاسف بغادرنا الليله. التصويت ابتدى، ولتدعموا المشترك المفضل عندكم روحوا بأسرع ما فيكم لصفحة الآن على فيسبوك وصوتوا. وأخيراً رح منشوف الأغنية المنتظرة والتحدي الجديد من نوعه بالنسبة للمشتركين بكلماتهم كتبوها وقدموها بأصواتهم بكل محبة، صوروها وقاموا بإخراجها على أمل تكون حافز لكثير من الناس للمبادرة بالعطاء وفعل الخير. لو متضايق والدنيا سودا حواليك اضحك للدنيا تلقاها ملك ايديك، اديها ضحكة خلي البسمة عنوان، خليها تديها روح من اي مكان، اديها ضحكة خلي البسمة عنوان، خليها تديها لو رحت لاي مكان. مش
الشمس هتشرق لو مدت ايد العون والدنيا تتلون ميت لون ولون الشمس هتشرق لو مدت ايد العون والدنيا تتلون ميت لون ولون خليك انت النجم العنا بلا حدود زراع السعادة وين ما تكون موجود عمرك لا تتردد خليك فاعل خير عجبك كلامي يلا اعمل شير عمرك لا تتردد خلي فاعل خير عجبك كلامي يلا اعمل شير للشمس هتشرق لو مدت ايد العون والدنيا هتتلون ميت لون ولون للشمس هتشرق لو مدت ايد العون والدنيا هتتلون ميت لون ولون لو مدت ايد العود والدنيا هتتلون ميت لون ولون. لا يا الله الكفيل ليك على الام الطبع مراك قوم اكتب بدي اسال يارا فايا ووائل عن ارائكم بالنسبه لهالاغنيه الخاصه اول اغنيه خاصه للمشتركين بدايه مع يارا تفضل شو يارا بتعطي الكلام لوائل بدك حسيتك بدك تحكي انت لا ما ينفعش طبعا تفضلي يارا يارا تفضلي محاوله مهضومه محاولة مهضومة يعني نشكر أكيد محاولاتهم وقدين تعبوا بعدين بدي أقول شغلي عبد الرحمن إذا أنت ما بدك تعمل شير بتخافي أعمل شير مع, يعني مع العضلات إلا إيه؟ أنا بعمل شير أكيد مين أحسن صوت يا أورا لازم تقول لنا مين أحسن راشد طبعا راشد ما بدي أقول راشد فظيع شوفها يا بتوافقي إيه يا را لا هذا احلى فيديو من اول المسابقه ما بعرف في كثير كان في طاقه كثير حلوه يمكن لانه صرنا نعرف شخصيتهم واحد واحد يعني صار ما انا كثير حب استمتعت يعني عم بضحك والله يعني هلا اذا بتتنفس بطريقه ما بعرف على شو مسجلين يعني نور الدين وفي منا ما عم بيغنوا على الايقاع كثير مهضومه يعني مهضومه انه شكرا لك ما في فلوس يعني منتج سينمائي ضخم يعني اكيد هي المساله مساله فكره يعني شو رايك وائل لا انا من رايي نور طبعا ينتج افلام مش اغاني بعد كده يعني اخليه يركز في السينما اكتر لا بس طبعا هي محاوله حلوه وعجبني فكره ان هم مبتسمين ده اهم حاجه في الفيديو وصلوا البسمه لان اهم حاجه الثقه بالنفس ايه اكيد دي الحاجه اللي شفتها في الفيديو لا والله وكل واحد عم يغني بلهجته كثير انا حبيت يعني لا والله على فكره مهضوم الفيديو اكيد مهضوم الفكره حلوه يعني بس وصلنا انا بتكلم بجد والله انا بحب الناس تضحك وتبقى مبتسمه في اي فيديو وده اللي خلى الفيديو ده حلو وانه انت قلتي مين قال هم اشتغلوا عليها كده كروكي يعني منتج ومغني بس حرام جنان ما خدوش كلامها ما مثل ما قالت لك يارا يمكن كانوا شوهوا لها الكلام تخيلوا مثلا كان ده باللغه العربيه بس مهضوم الفيديو مشكورين اكيد كل المشتركين على هالفكره الكثير حلوه اكيد طبعا جهود كثير كبيره خاصه راشد يعني لاول مره بيحكي اكثر من ثلاث كلمات ترقبوا يارا ولاول مره على مسرح نجوم بلا حدود باغنيه ليكون من جدك مزبوط يارا وهلا اكيد بدنا نرجع لمحمود وزاهد وهن بمنطقه الخطر ووحده الجمهور قادر على انقاذ واحد منهم بالتصويت هلا عبر صفحه الان على فيسبوك فاصل ورجعين زاهد ومحمود بمنطقة الخطر وناطرين تصويتكم وإذا بعد ما قررتوا مين كان الأفضل الليلة نتذكر سوا شو قدموا ضمن تحدي فعل الخير بهالتقرير شباب رح نوريكم اليوم كيف رح نستخدم هذه الليمونة عشان نحولها البطارية خلاص هذه دحين السلك النحاسي مغروز داخل الليمون أوكي؟ أول شيء لازم التعليم هو أفضل عمل خير ممكن الواحد يفكر فيه مختلفة عن النحاس هذا زنك وهذا نحاس وزي ما تعرفوا من قانون الفولت ولكن أفضل شيء ممكن تهدوه للصغار هو حرية اكتشاف الأشياء
نسوي كده بكل بساطة هنقدر نصنع منها كهرباء. فهمتوا؟ أقول لكم خليني أحسن أسويها تجربة بدل ما أتكلم عنها. ما هي إلا مسألة وقت فقط عشان يخترعوا أو يكتشفوا شيء أكبر من كده بكثير. والأهم من هذا كله هو لاحظوا سعادتهم وهم يسووا هذه النشاطات. شيء رهيب، شيء كويس. نعمل دلوقتي فريقين، والفريق اللي هيكسب هيكون ليه جوائز في الاخر مننا. تمام؟ جاهزين؟ عارف مفيش خير افضل من انك ترسم البسمه والفرحه على وشوش الناس. وهلا ومثل ما وعدتنا بالبرايم السابق بنسمع للمره الاولى على المسرح يارا باغنيه ليكون من جدك. يارا
الجرح على كيفك وقل لي أنا أرضيك أرضك يا حلالي وجرحك تحلى لا تفكر إني لا تغير ساليك ما أعطيت لك قلبي عشان أتسلى قلت تغلى شوي يمكن أخليك لقيت ما كل من تغلى أخبار ليكون من جدك تفكر أخليك لا 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 شكرا يا رعا هالأداء الرائع شكرا شكرا يا رعا شو سر نجاحك الدائم بالأغنية الخليجية؟ الحمد لله من الله يعني عندي حب للهجة الخليجية من أنا وصغيرة والحمد لله نجحت فيها و يعني كلام عجل. رائع لحن رائع شو بتخبرينا عنه؟ كان لي الشرف إنه أتعمل كلاما شعر سمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد وألحان المحب وتوزيع هشام السكران وجه لهم تحية وشكرا على هالعمل الرائع وشكرا لإلي كمان مرسي. بس فينا ناخد منك وعد للجمهور والفانز والكل الأشخاص اللي بيحبوك إنه تزيني لنا كل برايم بالمغنى الحلو لنشوف الأسبوع الجاي شو بدهم يسمعوا أيوة هو ده هو ده نشوف يعني على الوعد أكيد. أكيد شكرا لك يا رعا شكرا رح نقدم أنا وياك تقرير وعم بتفكر فيه ولا عم تشتاق هلا اسمحوا لي بس ضروري نرجع للمشتركين الواقفين بمنطقة الخطر وبنسمع شو قالوا للجمهور بهالتقرير أنا زاهد فلنبان وعمري 30 سنة من السعودية وبشارك بفئة الإدوكيشن أنا في منطقة الخطر الآن أحتاج مساعدتكم وتصويتكم وأتمنى أقعد أكثر في البرنامج لأن التجربة عجبتني جداً وبتعلم منها لسه قدامي الكثير اللي ممكن أوريكم هو فأحتاج تصويتكم ومساعدتكم عشان أظل بالبرنامج شكراً معكم محمود من فئة كوميديا في حالة ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي فده للأسف معناه ان انا وصلت لمرحلة الخطر وهنا بتيجي مسؤوليتكم انا بطلب منكم انكم تصوتولي علشان اقدر اكمل في البرنامج في الفترة اللي فاتت الواحد اتعلم حاجات كتير جدا بصراحة واستفاد حاجات كتير سواء من البرنامج او من الكورسات اللي احنا خدناها او من الفيديوهات اللي احنا صورناها فلسه في حاجات اكتر الواحد محتاج ان هو يتعلمها ويتدرب عليها اكتر واكتر الفترة الجاية فانا بطلب منكم ان انتم تصوتوا لي علشان اقدر استمر في البرنامج واوعدكم ان اللي جاي هيكون احسن من اللي فات ان شاء الله الوقوف بمنطقة الخطر الخوف الأكبر عند كل المشتركين والأمل الوحيد هلأ عند محمود وزاهد إنه كل واحد منهم يكون أنا على الجمهور يصوت له بهاللحظة الحاسمة هون بدي أسأل سؤال ليارا فايا ووائل بغير مجالاتكم الفنية شو هي الأمور يلي بتحبوا تتركوا أثر فيها على السوشيال ميديا بداية مع يارا غير الأمور وغير أموركم الفنية فنية. نعم شو هي الأشياء نعم. بالحياة عادة نحن بنعملها لأنه بتحب الناس تشوف كيف بناكل كيف بنحضر أكل كيف يمكن منظبط شعراتنا كيف صح؟ يعني ستايل يعني الطبخ والفوتبول كل شيء الفوتبول اهتماماتكم يعني فوتبول رقم واحد يا رب بتأثر بالرأي العام بالفوتبول هلا في مونديال شو فايا انت شو المجال بتحبي هيك تتركي أثر فيه على السوشيال ميديا ما بعرف هلا انا بشكل عام كثير بحب
حط صور. أنا عندي عشق للمدن وخاصة بلادنا، بحس نحن يمكن بفترة عنا ردة فعل شوي من بلادنا، بنحب نشوفها أحلى وأحلى. أنا بحب، ما بعرف، بحب ذكر الكل إنه افتخروا إنه نحن فينا نغير قصص. ما بعرف، بحس يعني عندي شغف للبلاد وبحب هيك. شفتك مؤخرا بطرابلس؟ ايه بطرابلس وبصيدا، وعم بقى بتعمل جولة. اهلا وسهلا فيك وائل. شو المجال اللي بتحب تترك اثر فيه؟ لا كثير، انا بس نمبر 1 الاكل. اي ملاحظه هذا الشيء. لا ولازم اصور الاكل بطريقه تكون يعني تخليك تريلي كده على الاكل، فاهمه؟ منيح منيح. انت بتحط بس ستوريز يعني بيختفوا، لانه لو حاطهم بوست بيضلوا بوجنا وبنكتئب وهيك. بالضبط. ومش بس الاكل، كمان المقالب بحب اعملها كتير، وبحب طبخ يعني. ولما لما ارجع الجيم طبعا لازم 24 ساعه. لازم. انا اي حد بيرجع الجيم بيفكر نفسه بقى، فاهمه؟ خلاص بقى ارنولد. انت شاطر بالتقليد. صح، لازم بتفرجي شوي هيك. وطبعا الحيوانات. لا بخليك عندك مواهب كتيرة اكيد. وائل شكرا لكم، نحن دائما بنتابعكم على السوشيال ميديا. شكرا يا رفايا ووائل. كارلا شكرا رفايا. هلا رانا نرجع لاجواء التحدي. ثواني وبيتوقف التصويت وبنعرف مين المشترك يلي انقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسه، ومين المشترك يلي للاسف بغادرنا الليله. معنا محمود اشرف من مصر عن فئه الكوميديا، وزاهد فيلمبان من السعوديه عن فئه العلوم والثقافه. اثنيناتهم اول مره بيكونوا موجودين بدائره الخطر. ما رح نفتركن كثير، التصويت توقف والنتيجه رح نعلنها بين لحظه ولحظه. المشترك يلي انقذوا تصويت الجمهور، هل يا ترى هو محمود او زاهد؟ التصويت توقف والنتائج صارت جاهزه. المشترك اللي انقذوا تصويت الجمهور من منطقه الخطر هو محمود اشرف من مصر، مبروك. اما الخاسر فهو زاهد فيلم بان. تمنياتنا لك بالتوفيق. شعله المنافسه مستمره بقوه وبلا حدود، وبنلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشره على الهواء عبر شاشه التلفزيون الان، بانتظار تحديات اقوى ومنافسه حماسيه لاقصى حد. كل واحد من المواهب السبعه الباقيه جاهز لاي مفاجاه ومصر على الاستمرار بتحقيق حلمه بالوصول لمكانه مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على الف خير. Thank you.